نبلو دان ميوزيك معجم الآلات الموسيقية، أهلا وسهلا فيكم. رح نحكي اليوم عن آلة الجيتار. الجيتار هو آلة موسيقية وترية، بيعتقد البعض أنه نشأتها بتعود للفنون الإسبانية بالقرن السادس عشر. عادة بيتم العزف على الجيتار باستخدام أصابع اليد أو الريشة. الجيتار بالأصل بيتألف من 4 أوتار فقط، بس مع التطور صار بيحتوي على عدد كبير من الأوتار وبأشكال مختلفة. بتم إصدار الأصوات واللي بتعرف بالنوتات من خلال اهتزاز هاي الأوتار. عادة ما بيكون الجيتار عبارة عن صندوق بيحتوي على فتحة من أعلى، وبيمتد من هذا الصندوق ذراع طويل بيحتوي على مفاتيح الأوتار بالأعلى. تنقسم الجيتارات إلى مجموعتين، من الجيتارات الصوتية والجيتارات الكهربائية، وبتختلف هاي الأنواع عن بعض البعض بالمظهر الخارجي ومبدأ العمل والأوتار. للجيتار أنواع كتيرة، منها جيتار باس الكهربائي اللي بيتكون من 4 ل6 أوتار وهو الأكثر شيوعاً، ويمكن توصيله بأجهزة مكبر للصوت بالعروض المباشرة. أما الجيتار الكلاسيكي هو من الجيتارات الصوتية والتي تعرف أيضاً باسم الجيتار الإسباني. تم استخدام الجيتارات القديمة من قبل رواة القصص والمطربين بمختلف أنحاء العالم. تعرف أقدم الجيتارات باسم قيثارات العظم. كما تم وصف الجيتارات بكثير من الوثائق والمخطوطات اللي بتعود للتاريخ الفارسي واليوناني. تم العثور على أقدم آلة بتشبه الجيتار واللي بيعود تاريخها لحوالي 3500 سنة. هاي الآلة القديمة استخدمتها المغنية المصرية هارمو، وتم الاحتفاظ فيها بمتحف الآثار المصرية بالقاهرة. وبالنسبة للجيتارات الحديثة فتم تصميمها بالبداية من قبل صانع الجيتار الإسباني أنطونيو توريس بعام 1850. بعدين انتشرت الجيتارات بشكل كبير وتم تصميم العديد منها بأشكال مختلفة. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ما تنسوا تتابعونا بالحلقة الجاي، وأكيد تابعونا على فيسبوك إنستغرام، وأكيد على قناتنا على اليوتيوب. باي باي.